اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا هاتفيا وبيتصلوا على شاشه القناه الاولى وبيطلبوا طلبات، فاحنا بنجمع كل الطلبات دي كلها وبنعملها في يوم كده مع بعض عملي. النهارده هعمل البطاطس السوفليه. البطاطس السوفليه من المطبخ الفرنسي ولو تركاية ولو أصول ولو ثوابت لازم يتعمل بيها. ياخد بياض بيض إذا كان حلو أو حادق ويبقى طبعا لطيف وجميل زي الكيكة الإسفنجية كده، ولكن طريقة الطهي نفسها بتختلف. فالبطاطس النهاردة معانا غنية بالنشويات والكربوهيدرات، هنعملها محشية لحمة مفرومة، ممكن نعملها فراخ، ممكن نعملها جمبري، دي الحشوة بتاعت السوفليه. معايا النهاردة طبق لطيف وجميل بيتكلم مصري، الفول الحراتي أو الفول الأخضر بتاعنا من الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من مازبيرو. هعمله النهاردة شوربة، أنا شخصيا بحب الفول الحراتي ده لما يتعمل شوربة وياخد طشة الكزبرة الخضراء مع عصرة ليمون كده، طبق ما أقولكيش يعني ينافس شوربة الكوارع أو شوربة العكاوي اللي إحنا عارفينها. معانا النهارده فطيره غنيه جدا بالقيمه الغذائيه، فطيره السجق بالجبنه والزيتون. الفطيره دي فيها عجينه متخدم عليها واخده بيض وواخده حليب وواخده زبادي في المقادير بتاعتها، والحشو معانا بقى سجق يعني بروتين حيواني مع الجبنه اللي احنا بنحبها سواء موزاريلا او بارميزان، والزيتون الاسود طبعا الشرايح بتاعته. ميزه الفطيره ديت بيحبوها الصغيرين والكبار، وقيمه غذائيه عاليه جدا. خلونا طبعا مش عايز اطول على حضراتكم لان حلقتي فيها تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه وفيها فكر طهوي لطيف وجميل ولكن بقيمه ماليه قليله جدا. هي دي سياسه المغازي، ان انت تقدري باقل تكلفه باقل مصاريف توصلي لمرحله الابداع في المطبخ. مثلا نطبخ يجاري يكلفي يا سيد ونعمل لست قد كده ونشتري حاجات قد كده وفي الاخر الاكل يطلع مش عاجبنا، فانك انت تعملي الحاجات اللي موجوده في الثلاجه دي حاجه لطيفه. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف افكار بسيطه وسهله او هتروحوا بقيت تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشتغل بقى في المعجنات. استاذن فريق العمل جميل بوجه له تحيه كبيره، مقادير فطيره السجق البلدي بالزيتون والجبنه. الشيف المغازة يعملها ازاي ومقادير عجينه الفطاير بتاعته، بما ان انا يعني انا عاشق لموضوع الفطاير للامانه، لان بحب ابدع في المعجنات بالذات. شفت العجينه فين ازاي؟ اهي بفرح بيها كده لما بتديني الشكل اللي انا عايزه. الله عليك، حلو قوي. اهي المقادير كالاتي: دي خميره بيكنج باودر، بنقلب الخميره في معلقه سكر، بنحط البيكنج باودر على الدقيق، بنعجن المقادير بتاعتنا بماء دافي وزيت زيتون وبيضه. العجينه بتقعد معايا تخميريا تقريبا لمده 30 دقيقه بالشكل ده كده. اهي حلوه، اهي 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 العجينه، اهي 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 دي العجينه. اهي اللهم صل على النبي، فرحان بيها يا شفيع، اعمل ايه طيب؟ اهي حلو الكلام؟ اه زي الفل. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنعمل الفطيره بتاعتنا ازاي. حلو قوي، اعتقد ان الفطيره دي كبيره شويه على الصينيه. اه معانا صينيه مستطيله، عايز اعمل صينيه كبيره كده تكفي العيله والحبايب والقرايب والجيران. باخد منها، شفت بقى لو العجينه بالسكينه قطعت معاكي بالشكل ده كده، اهو اهو معايا فرسان التلفزيون المصري، شفت العجينه بقطع منها؟ اه اه كاني بقطع حته كده من فخد الايه؟ اه 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 شفت هو ده. اه العجين اه اه واخده وقتها في التخمير وزي الفل. تعالوا مع بعض نفرتها. اللهم صل على النبي. يلا شيل دي كده على جنب. نعم آه مش بدري. طيب حاضر، عينيا عينيا سلام. عايزين نقول لحضراتكم خبر جميل جدا، احنا بنجهز نفسينا ان شاء الله بإذن الله تعالى عشان نعمل لحضراتكم مفاجآت في الشهر الكريم شهر رمضان اللي بيلم العيلة وبيجمع الشمل والقريب والبعيد، والناس تيجي من اخر الدنيا لمصر ام الدنيا. يقول لك عايز تقضي رمضان حلو، روح مصر ام الدنيا. سبحان الله، والله العظيم للامانه، حتى الكلام ده وانا كنت مسافر السعوديه، انا بنقل واقع يعني عشته. يقول لك طول السنه بنشتغل يا عم عشان اقضي رمضان في مصر،
يا سلام كده لما افطر فول والفطير المشلتت والسحور والجو الرمضان الحلو ده مش موجود في اي بلد في الدنيا على الكره الارضيه غير في مصر للامانه. اللي يعرف الكلام ده اللي سافر وراح وجه وسافر اكتر من بلد زي الشيف المغازي كده يعرف قيمه تراب مصر في كل المناسبات في كل الاوقات الجميله الحلوه. اه حلو قوي حلو الكلام. انا حطيت بدل الزيت حطيت ميه في الصينيه. الكلام الحلو اه ده زيت زيتون. انا بحب الصراحه. طب اعمل ايه؟ الكلام الطيب والصراحه على طول على لساني. ادي الفطيره بتاعتي زي الفل. شفتوا الجو ده كده؟ اه. شوف هنعملها ازاي مع بعض دلوقتي الفطيره. اه تمام. واخد العجينه اللي موجوده معايا دي كده. هعمل سور. حلو الكلام؟ سور للعجينه دي كده اهو. الجو ده كده اهو. ليه سور؟ لان انا هملاها سجق. الشكل ده كده والعجينه معايا هتساعدني هتتخمر. كده الفطيره لغايه دلوقتي. بعمل ايه؟ بعمل بايديا كده. حلو قوي اهو. واخد السجق البلدي اللي عندي. واحط الحشوه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وصيه الجزار يا حاج ابو محمد ازيك عايز شويه سجق حلوين كده بتقطع كده اهو مكعبات كده. ميزه بقى السجق ده والفطيره دي ان السجق هيستوي جوه العجينه ما رضيتش اسويه في الطاسه. خلي بالك ده مهم جدا اهو. الشكل ده كده وتقطعيه بالشكل ده كده اول ما ياخد الصدمه بتاعه الفرن هياخد شكله على طول. اه حلو الكلام. نعم ممكن تتعمل بالفراخ مش عايزينها بالسجق اعملها بالفراخ بس انا حبيبها بالسجق السبايسي بالذات الفطيره دي. اه هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بوله كده كسروله ازاز حاجه جديده نحط فيها السجق اللي قطعناه ده كده نحط على السجق ده زيت زيتون. ركزوا معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. معانا من صفار البيض اللي احنا فصلناه صفار بيضه ركزي. معانا من الجبنه خليط بالشكل ده كده. معانا من البقدونس شويه حلو قوي. معانا بصله مفرومه ناعمه شويه. معانا فلفل رومي في المقادير بناخد ارض كده نقطعه. الفطيره دي فطيره شرقيه بقى انا سميتها الفطيره الغنيه فيها بروتين فيها معجنات فيها فليفر حلو من الجبن منتجات البان كل ده اهو اهو اهو. والفلفل ده يتحط عليها وهنحط الحشوه دي على وش الفطيره في درجه حراره 180 نطلع السوفليه وندخل الفطيره. صلى على النبي. الملفي ما انصحكش تعمله في البيت. الملفي ده عجينه هشه بتاخد مراحل من التخمير ومراحل من الفرد فعايز نعمله يعني بنجيب عجينه الملفي جاهزه بس عشان نعمله ارهاق شويه. انا بتكلم الصراحه هنضيع وقتنا ده في ايه؟ نعمل شويه محشي نعمل اكلات تانيه. الملفي اصل انت هتعمل النهارده هتعمل ملفي هتعمل فطيره بالفراوله فطيره بالتفاح الحاجات اللي احنا عارفينها ديت. ولكن مقاديره كالاتي دي زبده بيض بيكنج باودر بنعمل العجينه وبعد ما بتتخمر يا حاجه هدى بنفرتها طبقات بينها زبده وبعد كده نفرتها كلها مع بعضيها ونقطعها بالشكل اللي احنا عايزينه. هنحط سنه بابريكا كده شويه زعتر على بياض البيض شويه حليب على بياض البيض حلو ونقلب صفار عيني حاضر ادي صفار البيض اهوت. الكرواسون نفس عجينة الملفي دي بيكنج باودر عشان تبقى العجينة هشة بيض زبدة أو سمنة. بعد كده بنعجن العجينة طبقات بين كل طبقة والطبقة زبدة بدرجة حرارة المطبخ ونفرتها ونعملها شكل دائري. قطر الدائرة دي تقريبا 30 سنتي يعني نص القطر 15 سنتي يعني في 2 يبقى 30. علمونا في المدرسة كده. بنجيب مسطرة ونقطع مثلثات متساوي الأضلاع
وبعدين نحط في عجينه الكرواسون ديت حشوات زي ما احنا حابين، موزاريلا ماشي، سجق بلدي مستوي ماشي، نحط فيها جبنه قريش ماشي. هاخد الفطيره دي يا عم الشيف في درجه حراره 180، نطلع السوفليه وندخل الفطيره بتاعتنا. شايفين الفطيره بتتكلم مصري، بتتكلم من بين اصابع ايدك العشره. اصوليا وطهويا الفطيره دي تقعد كده 15 دقيقه 20 دقيقه وندخلها الفرن، بس سامحوني انا هدخلها الفرن دلوقتي بالشكل ده كده. اه فطيره على طريقه الشيف المغازي، سبايسي شويه. اه اخبار السوفليه ايه؟ اه صلي على الحبيب، ماشي يا عم طاهر مرزق. اه وندخل مكانه الفطيره بتاعتنا، بس خلونا ننزل بالشبكه دي تحت شويه. يلا فطيره محشيه سجق، محشيه حب على الشاشه اهي. اللهم صل على النبي. نقفل الفرن. ايه الصوره الحلوه دي؟ القناه الاولى تتصدر القائمه. يلا نصلي على الحبيب ونطلع الفطيره بتاعتنا ونبص على الحلاوه. حلو. اه اللهم صل على عينيا. حاضر. اه اللهم صل على النبي. فطيره بالسجق البلدي. اوبا ايه الحلاوه دي؟ لا دلعها لي، جيب لي الحلويات اللي فيها. اه مطبخنا على شاشه القناه الاولى، تكلفه ماليه قليله جدا، ابداع كتير جدا، رؤيه وفن وابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.